اللي كل نهار ربع نحكيو عليهم في اي اف ام. شكرا خلود. في الحقيقة نحب أنه نقولوا السياسيين اللي منحناهم ثقتنا. يعني هذا هو ممكن المصطلح الأصلح للكلمة هذه، لأنه السياسيين ذملي هم قاموا بوعود وحنا منحناهم ثقتنا باش ينفذوا الوعود نتاعهم، باش يحققوا الامال نتاعنا وطموحاتنا. عدنان هذيا الكلمه تهزنا، تنجم تهزنا البيست خايبه برشا، لانه اللي ما نفذوش وعودهم يوليو غير الثقه، يوليو غير اهل الثقه. وهذا هذا هذا وين تحبوا توصلوا؟ تجديد الثقه ليه؟ اكثر هو مش ضعف الاداء. هو كينيدي عام 1961 لما ادى القسم قال ممكن الوعود هذه ما نجموش نحققوها في 100 يوم، ممكن ما نجموش نحققوها في 1000 يوم، وممكن ما نجموش نحققوها في حياتنا احنا على الكوكب هذا، لكن لازمنا نبداو. يعني لازم الناس اللي اعطيناهم احنا ثقتنا يوريونا اللي هم بداو يحققوا في الامال نتاعنا وفي الطموحات نتاعنا، وهذا علاش احنا انتخبناهم في الواقع. هي ما في تونس مكثر العباد ينتخبوا الناس اللي اقل، خاطر مازلنا ما لقيناش طبقه سياسيه اللي تنجم تعطيها ثقتك، اللي تنجم تمن سوء. بالاقل سوء معناها اللي عطينا ثقه في رويحنا باش هما ما يعطي كومبليكي. احنا لازمنا ساعه نقيموا باش اخترناهم. انا احسن أنا كلمه اخترناهم، احنا اخترناهم باش نتحملوا مسؤوليه خياراتنا. زاد بالطبيعه هذا كلام معقول، هما عطاونا الوعود نتاعهم، عطاونا رؤيه معينه، ومن خلال الرؤيه هذيك احنا انتخبناهم. لكن بالطبيعه لازم نشوفوا انه فما محاوله يعني لانجاز هذه الوعود. هو يعني من الصعب بالطبيعه في 99 يوم انه يحققوا كل الامال وانه يحققوا كل الوعود، لكن لازمنا نبداو. 99 يوم يعني في 3 شهور فما برشا من الناس يقولوا والله مازلنا نلموا في اوراقنا. لا، في العالم كامل، العالم كامل تصير بالاخص في الديمقراطيات الكبيره يصير تقييم يعني ما حاول السياسيون انجازه في 100 عام في 100 يوم. هذه حاجه اساسيه، لانه هذه باش تورينا انه ماشيين احنا في الثنيه ساحه ولا باهي. باش نقرا لكم دي كومنتير تحت السونداج، على خاطر السونداج على باج راديو اي اف ام الناس قاعده تتفاعل. فما شكون يقول انه يجب معاقبتهم ان لازم الامر، معناها مش نحاسبوهم هكا هو لكن نعاقبوهم على خاطر عطيناهم الثقه وما كانوش اهل للثقه هذيا. فما شكون يقول من مبادئ الديمقراطيه معاقبه الاحزاب على عدم الوفاء بوعودهم الانتخابيه، ويجب ان يكون عبر صندوق الانتخاب ولا يكون ذلك الا بعد تقييم موضوعي لمرحله معينه مع الاخذ بعين الاعتبار السياق التاريخي. هذايا منتصر برقي. العقاب يكون عن طريق صندوق الانتخاب بعد تقييم موضوعي لمرحله معينه. هذه النقطه عدنان نحب نحكيوا فيها في علاقه باللي محضرته مناظره. التقييم اخترتوا انه يكون في 99 يوم. سفيان وحاتم الجمعه اللي فاتت سالوا قالوا احنا مستنسين ب 100 يوم باش نقيموا اداء اي رئيس او نائب منتخب، علاش مناظره؟ نقصتوا لهم نهار. علاش نقصتوا لهم نهار؟ بلاك فرايدي. احنا نشوفوا انه ساعه مبادره مناظره هي مبادره تاسست في تونس، هي مبادره تونسيه تاسست في تونس ولات تخدم في يعني في 12 بلاد عربيه، نالت يعني جائزه عالميه سنه 2013 على الابتكار اللي عملته بالنسبه للكونسيبت الجديد. انا نشوفوا اللي تونس سباقه في برشا حاجات، تونس عندها الابتكار، مش لازم نتبعوا الناس الكل كما يقولوا 100 يوم يعني 100 يوم، لا 99 يوم هي فتره كافيه لتقييم اولي لما تم انجازه ولا محاوله انجازه في 99 يوم. نبداو ساعه بتاريخ مناظره، علاش انا قلنا 99 يوم؟ احنا بدينا ب 99 ثانيه بالنسبه لكل مشارك، كل شخص ممكن يشارك في طرح اسئلته ولا اقتراحاته ولا في اي مناظره في المناظرات العاديه اللي نقوموا بها احنا. 99 فيديو طوله 99 ثانيه، في 99 ثانيه مقدور كل شخص انه يعبر على رايه 200 الى 300 كلمه. احنا قلنا 99 يوم علاش؟ باش نحكيو، باش نحطوا الحجج يعني تحت الضوء، باش ما نتعديش ما نحكيوش في مواضيع نخرج على المواضيع، لا باش نكونوا يعني بيان بوسيبل، نكونوا
باش نحطوا الاسبان يعني على العلاقات اللازمه. عدنان سامحني هزيتنا لي فيديو اللي باش نحكيوا عليهم بعد شويه اللي هما اليه من الاليات اللي على اساسهم ستقع مساءله ومحاسبه المسؤولين فعليا معناها بعد 99 يوم. الناس هذوما باش ينجموا يخلطوا اسئلتهم. ولكن رقم 99 نتذكروا انه مناظره هي اللي نظمت مع التلفزه الوطنيه والعديد من المتداخلين الاخرين المناظرات الكبار هذوكم اللي ريناهم تفرجنا فيهم سواء في الرئاسيات او في التشريعيات. ورقم 99 وقتها كان هو الاساس انه مثلا كل مترشح لازم يقدم برنامجه الانتخابي في 99 ثانيه. دونك يمكن هذيك المواصله في الرقم هذايا حتى يكون هو رقم المناظره والتقييم. سي خلود بالمناسبه هذه زاد حبيت نشكر التلفزه الوطنيه ولكن زاد نقابه اصحاب التلفزات الخاصه ونقابه اصحاب الاذاعات الخاصه وكل المجتمع المدني اللي شارك في انجاح المناظرات الكبيره في تونس اللي هي كانت سابقه يعني في العالم العربي الكل. وذاك علاش يعني التعاون هذا ما بين الاطراف الكل هو مشروع وطني ولازم يتواصل كمشروع وطني زاد. وذاك علاش لازمنا نوجه لهم زاد التحيه ونشكرهم على المجهودات الكبيره اللي قام بها كل طرف من اجل انجاح السابقه ذي في العالم العربي. باهي اعطينا فكره عدنان ماناش نطلبوا منك انك تكشف لنا على كل شيء توا على خاطر 99 يوم مازالوا الكونت ريبوغ موجود تلقاوها على صفحه مناظره على الفيسبوك. انت رئيس مبادره مناظره في تونس، هل مازلنا باش نشوفوا في قادم الايام يمكن يكونوا في علاقه بالمساءله او المحاسبه مناظرات كبيره اللي المسؤول يكون فيها امام الراي العام الكل في التلفزيون ويجاوب على الاسئله؟ هذا يمكن الاكسبوزيسيون اليوم هي يمكن انها تساهم في الضغط على المسؤولين السياسيين. جاوبنا ونعطيك بربي قبل ذاك. معناها انا نحب تقول لي شنو هي العلاقه بين تعرف 99 هو رقم عنده قدسيه في المخيال العام وفي الثقافه نتاعنا لانه مرتبط باسماء الله الحسنى. شنو هي علاقتكم هل الجانب هذا تخلف الاعتبارات اللي خذيتوهم في التسميه ولا لا؟ هو حسب معايير يعني علميه احنا قسنا نخليه كل شخص يقوم بالحجه نتاعو وقسنا الاوقات. كيف نقيسوا الوقت هو يقول لك 99 ثانيه ممكن قليله لكن احنا شفنا حسب المقاييس اللي عملناها دقيقه ونص تقريبا دقيقه ونص هي ممكن يقولوا دقيقه ونص كافيين ولا كافيين؟ بالطبيعه كافيين. احنا خذينا زاد بعين الاعتبار انه كل متناظر عنده الحق باش يقول هذيك قسناه لكن هي في الحقيقه يعني 99 ثانيه اكثر يعني وقت ملي يسحقه الانسان باش يعبر على رايه وباش يعطي حجه معينه. 99 يوم هو رقم يقعد في اذهان الناس. يعني هذا رقم موجود ورقم حظ بالنسبة لبرشا من الناس زادة وإن شاء الله يكون زادة رقم حظ بالنسبة للتوانسة الكل وديمقراطية تونسية. أما 99 زادة إلى برسك أنونسي لو بوغ دو لون 2000 معناها إن شاء الله ما يصيرش بوغ بعد. وما اللي ما صارش توت فاسون نقزناها وقتها يا با دي ريزون باش ما نقزوش توا. مثلا مثلا أنا زادة حبيت نوضح نقطة مهمة جدا. برنامج 99 يوم هو فرصة للناخب باش يسأل النائب ولا باش يسأل زاد المسؤول والرئيس على الإنجازات اللي قام بها في 99 يوم، لكن هي فرصة أيضا للسياسي باش يوضح علاش هو قام بالخيارات هذيك، علاش مثلا خذا الطريقة هذيا، علاش قام بالقرارات هذه. لأنه بالطبيعة احنا المواطن بصفة عامة ما عندوش يعني ما نجمش يشوف شنو قاعد يخدم الرئيس كل يوم. المواطن هو اللي باش يطرح السؤال في المرحله هذه. مش كما في المرحله الانتخابيه. مش كما في المرحله الانتخابيه. خاطر المرحله الانتخابيه اللوم اللي كان صادر على المرحله هذيك كونه ما دغدغناهمش برشا، اعطيناهم حتى الاسئله تي براتيكمون تري اتوندو في العاميات ما فماش احراج برشا، هذوكم اللوم اللي صار. هي بالطبيعه تجربه اولى. لكن كانت تجربة ناجحة برشا وعجبت برشا توانسة وحتى يعني تقييم طيحت على الماتشويت كورة المتابعة 6.5 ملايين يعني المتابعة كانت كبيرة ياسر وحتى في العالم يعني العالم كامل شاف وين وصلت تونس. العالم كامل شاف انه المواطن التونسي اصبح يعني قادر على التقييم، انه قادر زاد باش يتقبل
يعني افكار جديده انه قابل جدا يشوف مشاريع هذه في السياسه نتاعو، انه يحب تكون فما اليات موجوده باش يكون فما نجاح يعني انتخابي زاد. لانه ما قبل ما تكون فما مناظرات كان كل سياسي يحضر في مثلا في تلفزات معينه ولا في اذاعات معينه، وكل زاد شخص كل مواطن عنده عاداته انه يتبع مثلا تلفزه معينه ولا. لكن المره هذه كانوا كل المترشحين موجودين في بلاتو واحد، وكانت فما مقارنه مباشره. عدنان هو يمكن في الانتخابات الفارطة قبل الانتخابات هذية فما برشا مترشحين دعاوا مترشحين أخرين للتناظر، نذكروا أنه ولكن هذا ما صارش. روفي ذات رفض الباجي قايد سبسي المناظرة اللي اقترحها لي مرزوق مثلا 2013 احنا قمنا بالمبادرة هذية واتصلنا بالطرفين، لكن سي الباجي قايد سبسي الله يرحمه رفض يعني المشاركة. علاش رفض؟ والله هذه مش مستانس بالديمقراطية للتاريخ كيف كان التعليل؟ لا ما كانش فما تعليق كبير، لكن كان تعليل فما تعليل تعليل لم يكن موجود معناها كان فما احنا كتوانسه مازلنا ماناش قادرين باش نقوموا بالاشياء هذه، ممكن لاسباب حسابات سياسيه انتخابيه بحته معناها ممكن هو il était en avance في les intentions de vote ما حبش ياخذ الريسك تو سامبلومون. احنا نشوفوا روحنا ك ك كمناظره كمبادره مناظره انه نحطوا الاليات، احنا ما ندخلوش في المحتوى، نحطوا الاليات شنو من المعايير العلميه الموجوده باش تكون فما نجاح، باش تكون فما مجال عام صحي ومتماسك. باه يعني هذه من الحاجات معناها اللي هي باللومبلاج مش بالبروديو. احنا نحطوا الاليات نضبطوا شنو الاليات اللي موجوده علميا، لانه صحيح انه شعوب تحب على ديمقراطيه لكن لازمها زاد اليات. احنا كلنا نحب نحسنوا قطاع الصحه، لكن اذا كان ما عندناش اليات كيفاش باش نحسنوا قطاع الصحه؟ ما نجموش نحسنوه. على اي سامحني عدنان معناها على اي اساس ستقع المحاسبه؟ شنو الحاجه اللي باش نحطوها قدامنا ونبداو نقولوا هذه تعملت هذه ما تعملتش، هذايا وعد هذا ماهوش وعد؟ 99 يوم خلينا نعملوا شويه سسبانس. أي؟ بالنسبه لرئيس الجمهوريه يوفيو نهار 30 جانفي. يعطيك الصحة مازالوا 8 أيام، وذاك علاش نشجعوا كل مواطن باش يدخل على الصفحة 99 يوم تونس تختار ويطلع سؤاله، يعني ينزل سؤاله على الصفحة. كونكريتمون اتصلت برئيس الجمهورية وقبل المناظرة بعد الفاصل سفيان. أربع على شرق.